اليوم يعتبر اليوم الاول بمركز سواسية، افتتاح اول مركز بمراكز الاعمال. اهلا وسهلا بكم جميعا، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اول شغله مبسوطين؟ صراحه مو صوت عالم مبسوطه، مبسوطين؟ مبسوطة كتير لأنه فتحوا لنا المدرسة وشان نتعلم وشان ندرس، وهدفي إنه أصير أول وحدة وأدرس وشان أصير طبيبة أطفال. المدرسة لأنه الأولاد كلها تعلمت، بس إذا رحنا على شيء مطرح مستوصف، إيه هيك بدنا نتعلم كل الأولاد.